إقامة المؤتمر الدولي الثاني لكلية الصيدلة بمشاركة جامعات من داخل العراق وخارجه، أكثر من 7 دول من خارج من عالمية تشارك معنا في هذا المؤتمر الدولي الذي سيتضمن بحوث كثيرة. الغاية من إقامة هذه المؤتمرات هي أن تكون بحوث تطبيقية لخدمة المجتمع، وكذلك المساعدة في نشر العلمي في مستوعبات عالمية راقية مثل سكوبس وكلاريفير التي سترفع كثيرا من شأن جامعة البصرة في المحافل الدولية. والآن بدأ جديد لنا كلية الصيدلة، قعدنا مرحلة أولى ومرحلة ثانية، ولذلك الآن حاول نزج كليتنا في كل المؤتمرات اللي كانت بمنطقة البصرة أو بالعراق أو بالعالم من أجل زيادة المشاركة في البحث العلمي والتطلع على كل ما موجود وآخر المستجدات فيما يتعلق بالقضايا الدوائية ومدوائية. هذا المؤتمر يحتوي على العديد من البحوث العلمية الرصينة التي تهدف لتقديم أفضل الخدمات الصيدلانية للمجتمع لما يعانيه من ظروف صحية قاسية، حيث يوجد هناك الكثير من البحوث العلمية التي سوف تطرح اليوم في هذا المؤتمر التي سوف تسهم في تحسين الواقع الصحي والصيدلاني لأبناء محافظتنا العزيزة. يضم المؤتمر 4 محاور، هي محور الصيدلة والعلاجية والدوائيات، ومحور العلوم المختبرية، ومحور العقاقير والنباتات الطبية والتنمية المستدامة، ومحور الصيدلانيات والصناعة الدوائية والكيمياء الصيدلانية. أهداف المؤتمر تهدف إلى النهوض بالواقع الدوائي والبحث العلمي في مجالات العقاقير والنباتات الطبية، وكذلك النهوض بالواقع البحث العلمي للمجال الصيدلة السريرية والعناية الصحية. احنا اليوم جينا داعمين المؤتمر نقابة الصيادلة اللي صار. احنا شركة فيترون، شركة سبلمنت تركية، هاي الشركة طبعا حاصل على شهادة جي ام بي والاي او اس اللي هي تقريبا يعني شهادة جي ام بي حصلوها يعني حصلها بس 20 شركة بتركيا. المواد مالتنا مشمولة يعني بلاين للأطفال، المواد تحتاجها النسائية، المالتي فيتامين يحتاجوها أطباء الكسور، وهاي فيعني نحاول احنا جاي نوفر كل احتياجات السوق العراقي وبنفس الوقت يعني بالأسعار المناسبة يعني الإنسان العراقي. شركة جيلفار إماراتية للأدوية، عندنا اليوم بوث للإعلان الدوائي اللي يخص المؤتمر الصيدلاني اللي سينعقد اليوم. طبعا شركة جيلفار هي شركة إماراتية صار لها 41 سنة من بدأت تتكون ودخلت العراق تقريبا من سنة 2000. عندنا منتجات تخص أكثر من لاين، عندنا على لاين الأطفال، لاين ENT، لاين القلبية، باطنية، جلدية، كذلك توفير علاج آمن وفعال وبسعر مناسب للمريض. شركة أجانتي تحتوي أكثر من 7 لاينات، يعني درماكير، جينيكير، يعني جلدية، باطنية، يعني أكثر من 7 لاينات هي موجودة بالعراق. واليوم احنا هاي مشاركتنا مثل ما تشوفين بالمؤتمر. نعم، وهذه متواجده بكل الصيدليات، متواجده بكل الصيدليات، اسعارها مناسبه في المواطن العراقي، يعني لازم بالضبط. هي شركه اجانتها تتميز ان هي اسعارها مناسبه، كلش مناسبه وصديقه الشعب مثل ما هي معروفه. for EPN for sure.